ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جدعان بقى هنعمل تجربه غريبه شويه من نوعها. هنجرب جميع الانواع الشيبسي اللي احنا متعودين عليها طبعا اللي احنا بنحبها، وهنجرب انواع تانية جديده شويه او تقليد بشكل عام. هنشوف هل في فرق بالنسبه للسعر وبالنسبه للطعم وبالنسبه لكل حاجه. فطبعا عايزك تعمل لايك اكسبلور كتير علشان يوصل لك كل حاجه، وفولو للبيج وتفاعل يا جدعان. ويلا بينا نبدا بالاطعمه. اول حاجه طبعا معانا كل الاطعمه اللي قدامكم دي، فهنجرب مع بعض ويلا بينا ونشوف. هنجرب اول حاجه معانا الثلاث اطعمه دول، الطماطم اللي احنا عارفينه وكلنا بنجربه، وهنجرب تاني حاجه الكاتشب او بالطماطم برضو، وده اللي بالكاتشب اهو شايفين. فالثلاثة دول مع بعض هنشوف ايه الفرق بينهم، ويلا بينا نخش على التجربة يا باشا. ووصلنا يا وحش، والثلاث أطعمة هم هنجربهم بالدور. طبعا ده بالطماطم اللي احنا عارفينه وكلنا عارفينه من زمان، ده الأصل يا جماعة. هنفتح مع بعض أول كيس معانا اهو، تمام. تاني حاجة هنفتح اللي بالطماطم برضو، بس ده نوع تقليد أو نوع مش مشهور قوي. هنجرب مين الأفضل، تمام اهو. وهنجرب اللي بالكاتشب، انا اول مره اشوف كيس شيبسي بالكاتشب، يعني في بالطماطم كاتشب. هنشوف اللي بالكاتشب برضو. و يلا بينا. اول حاجه هنفضيها النوع الجديد ده، وهنشوف شكله وحجم البطاطايه وكل حاجه، ويستحق يبقى معاهم في التصنيف ولا لا. اول حاجه هنفضيها اهو شايفين، ده بالنسبه لحجم البطاطس. بصوا الشوايه بتاعهم قد ايه، شايفين يا جماعه، دول بخمسة جنيه، تمام. اللي عجبني بقى يا جماعه ان حجم البطاطس مضلعه مش ساده زي ما انتم شايفين. بصوا البطاطايه مضلعه ازاي، وهندوق مع بعض كده ونشوف. هسمعكم صوت الاكل بقى، طعمه غريب بيفكرني بكيس شيبسي زمان كده اهو، مش فاكر اسمه بس طعمه حلو، عجبني بصراحه. يلا بينا نخش على الكيس التاني ونشوف مع بعض. وهنخش على الكيس التاني واللي احنا كلنا عارفينه اهو يا باشا، اديكوا شايفين شيبسي بطعم الطماطم برضو. هنشوف طبعا يا جماعه حجم البطاطس اللي احنا كلنا عارفينه التقليدي جدا، مش بصوا شايفين، شايفين بصوا مش مضلعه، والتانيه طبعا احلى. فهندوق ونشوف، وهسمعكم صوت الشيبسي بيتقرمش ولا لا. ده بقى النكهه بتاعته تحس ان هو مش عارف جاي على سنه الكاتشب، تحس ان هو فيه كاتشب. التاني كان متبل تتبيله احلى، بس ده ما عجبنيش. هو ده اللي احنا عارفينه، بس النوع التاني افضل منه بشويه لان البطاطس مضلعه. انا بحب على المستوى الشخصي اكل البطاطس المضلعه بصراحه. فيلا بينا نخش على الكيس اللي بعده الكاتشب ونشوف مع بعض، يلا بينا. واخر طعم معانا بالنسبه للطماطم والكاتشب اسمه ايه؟ برافو، كيس شيبسي برافو يا جماعه بطعم الكاتشب. هنكب مع بعض ونشوف شكل الشيبسايه. واو شكل الشيبسايه بتلمع، بصوا الشيبسايه يا جماعه بتلمع ومنظمه قوي شايفين. عجبني قوي شكل الشيبس كده بصراحه، فمش عارف هناخد دي محمره شويه ايه. فهسمعكم صوت القرمشه ونشوف. مبدئيا كده البتاع ده ما فيهوش ريحه الطماطم خالص، انت كانك بتاكل كيس كاتشب، يعني كانك جايب كيس كاتشب كده وعملت. ده طعمه غريب وما عجبنيش بصراحه خالص. من وجهه نظري بقى انا كيس شيبسي فيهم اللي يكسب، برافو ولا الشيبسي العادي ولا الكاتشب ولا مين بالظبط افضل كيس شيبسي يا جماعه؟ هو ده، ده اللي يكسب، ده اللي ياخد 10 من 10، ده 7 من 10، ده ياخد 2 من 10، وبصراحه اللي كسب معانا ده. فيلا بينا نخش على الاطعمه الثانيه ونشوف مع بعض انهي طعم هيكسب، يلا بينا. تاني نوعين معانا بقى يا معلم، اللي بالكباب. طبعا يا جماعه كيس الشيبس ده بالكباب جديد طبعا او تقليد مش اصلي، وده كيس الشيبس طبعا برافو. طبعا يا جماعه برضو هنشوف طعمه والمنافسه هتبدا ازاي بين ده وده، ويلا بينا نفتح ونجرب مع بعض. اول واحد معانا النوع ده يا جماعه، هنجرب ونفتح مع بعض نوع جديد كده اهو، نشوف طبعا شكله والحجم بتاعه. يلا بينا بصوا. واو لا 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 مضلعه ازاي شايفين، منظرها جميل. بصوا هسمعكم صوت الشيبسايه.
المهم يا جماعه بقى هنجرب برافو وهنشوف شكل الشيبسايه وهنقارنهم ببعض. بص يا جماعه هنفضيهم عليه كده اهو، بصوا شايفين اهو، عشان بس ايه ما يكونش فيه اختلاف. هنجيب الشيبسايه دي والشيبسايه دي، فين هننقي شيبسايه مثلا حلوه كبيره علشان ايه نقارن تكون المعادله. بالنسبه للشيبسين بصوا ديت مدلعه دي لا، بالنسبه للتوابل فدي متبله اكتر من برافو. بصوا برافو الحبايه خفيفه ازاي، بصوا اهي شايفين الشيبسايه خفيفه جدا. طبعا التاني النوع التاني الجديد بصوا شايفين الحبايه ماسكه نفسها وكمان مدلعه، فدي حاجه حلوه يعني في حد ذاتها. طبعا انا هدوق برافو ونشوف طعمه عامل ازاي وهسمعكم الصوت برضو. طبعا يا جماعه بالنسبه للاتنين فما عجبونيش جدا، لان ده طعمه كباب بطعم تحس ان هو حمضان شويه النوع الجديد، لكن كيس شيبسي برافو طعمه احلى شويه. فكده التجربه دي برافو يكسب، فهنحط 10 نقط لبرافو وهنحط 7 نقط للكيس الشيبسي الثاني. يلا بينا نجرب باقي الاطعمه ونشوف المنافسه هتكمل ازاي ومين اللي هيكسب. يلا بينا. واخر 3 اطعمه معانا يا جماعه اللي بالجبنه برافو والنوع الدون برضو النوع الجديد ده او التقليد معرفش، المهم دون بالجبنه المتبله وبرافو بالميكس جبنه برضو. تمام هنشوف النوع الاخير معانا وكلنا عارفينه وكلنا بنجيبه الشيبسي بالجبنه المتبله، فهنشوف طبعا انا الافضل بالنسبه ليهم كلهم. بالمناسبه كلهم بخمسة جنيه، فهنشوف انت هتدفع 5 جنيه هتاخد حاجه احلى ولا لا. هنفتح برافو ونشوف شكل الشيبسيه بتاعته اهو يا جماعه، شايفين الشيبس هاي احلى حاجه فيها ان هي لامعه شويه متبله. بصوا متبله ازاي، طبعا منظر الشيبسي حلو. هنجيب بقى طبعا النوع الثاني وهنشوف مع بعض حلو ولا لا. افتح يا معلم. ايوه تمام، هنطلع ونوريكم شكل الشيبس هاي. واو انا اكتر شيبس يا جماعه عاجبني ده. بصوا انا عن نفسي نسيت اجيب كرانشي، لو كرانشي مع ده الاثنين مضلعين فاهم، شايف شكل الشيبسيه مدلعه. انا بحب الشكل ده بصراحه، وبالنسبه للحجم فحجمه قيم جدا وجميل. ف يلا بينا نشوف مقارنه بالتاني ده، احنا كنا عارفينه برضو بالجبنه المتبله، الثلاثه بالجبنه المتبله فاهمني. هنحط كده اهو، شايفين يا جماعه بصوا ايه ده مكسر خالص، يمكن ده مثلا عيب تعبيه ولا حاجه برضو ملهاش دعوه. بصوا هنا التتبيله حلوه، بس انا من وجهه نظري احب الشيبسيه اللي هي ايه مضلعه كده. فبالنسبه لحلقه النهارده اللي يكسب معانا الشيبسي الجديد المضلع وتحتيه بالظبط الشيبسي العادي اللي احنا كلنا عارفينه، وهسمعكم اصوات بقى الشيبسات دلوقتي. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. عايزك تعمل لايك واكسبلور وتعمل منشن لصاحبك وتوريه طبعا انواع الشيبسات الجديده، واشترك في القناه يا جماعه. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.